اليمن في الأزمة السورية ما تقوله أمريكا وأي خط أحمر تقوله أمريكا فهو مقصود. قالت أمريكا في البداية لا يمكن لبشار الأسد أن يستخدم الأسلحة ضد المتظاهرين واستخدم الأسلحة، وقالت لا يمكن أن ينزل الدبابات واستخدم الدبابات، وقالت لا يمكن هناك خط أحمر إذا استخدم الكيماوي سوف نتدخل، وضرب بشار الأسد ضرب الكيماوي. ولكن الآن هي تقول عن التقسيم، فتأكد أن التقسيم هي مخططة مع النظام السوري ومع للأسف الأحزاب الكردية وليس الأكراد. الأكراد يعني في الشعب الكردي شعب عظيم ويستحق أن يأخذ ما حرم منه طيلة 45 عاما من هذا النظام الفاجر. ولكن ما قالته أمريكا هو أيضا مقصود وليس تخبط. أنا لا أعتقد أن التصريحات بحد ذاتها جديدة، وقد سمعنا مثلها في الماضي، وسمعنا عن العراق كما تتذكرون نائب الرئيس بايدن يتكلم عن أن العراق قد يتقسم إذا استمرت الحرب. أنا باعتقادي أن الوزير كيري يقول أن سوريا ما لم يكن هنالك حل سياسي حاسم ومقبول من كل الأطراف، يعني حل حقيقي، هي ستبقى على ما هي عليه وهي منقسمة. هو لا يتكلم عن قيام دول ودويلات، هذا أمر لا أعتقد أن إدارة الرئيس أوباما ولا إدارة أمريكية أخرى قد تقوم بهذا المجهود بهذا الاتجاه، ولكن هو يحذر إما أن تأتوا إلى هذه الطاولة المفاوضات ونحسم الموضوع ونعزل الإرهابيين، أما هنالك واقع على الأرض، هنالك مناطق على الأقل 3 أو 4 أو 5 سوف تقسم سوريا عمليا ليس بالضرورة الدول. يا سيدي الكريم، طبعا هذا من المستحيل وهواء في شبك تقسيم سوريا وتجزيء سوريا إلى دويلات وإلى نقول عنها إلى شغلات طائفية، مستحيل يصير، لأن روسيا موجودة في المنطقة، وليس من مصلحة تركيا أن تتجزأ سوريا، وليس من مصلحة الدول العربية أن تتجزأ سوريا. عندك العراق في أكراد، ومن حق الأكراد يريدون دولة، وفي العراق مسيحيين، أن تكون دولة مسيحية في العراق ويزيدية وصابئة، فلأن كل واحد يصير إلى دولة. فإذا روسيا لا تسمح لا لأمريكا ولا لأي دولة أن تتجزأ سوريا، ليس من مصلحة المنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وإذا أصرت أمريكا بأن تريد أن تجزئ سوريا إلى دويلات، فعلينا أن نتهيأ إلى حرب. توقعاتك لمستقبل الهدنة التي ننتظر أن تبدأ ونتخوف من أن لا تستمر للأسف حتى قبل أن تبدأ يا دكتور؟ رأينا هدن كثيرة في دول كثيرة من الشرق الأوسط وحتى في سوريا. قد تنجح هذه الهدنة عند بعض الأطراف. هل تلتزم بها داعش؟ لا. هل تلتزم بها بعض الأطراف الأخرى داخل المعارضة المعتدلة السنية؟ لا. قد يقوم حزب الله وأطراف أخرى إذا رأوا أن بإمكانهم أن يعني يتخذوا موقع لهم جديد ويقولوا هذا إرهاب. هذه الهدنة ركيكة ما دامت النوايا الاستراتيجية على الأرض غير راضية. لذلك من الممكن أن تكون هدنة، ولكن لا أرى لها مستقبلا ما لم يكن هنالك اتفاق سياسي حقيقي، وهذا ما لا أراه طبعا حاجة. أكيد يعني إحنا ضد أنها تتقسم سوريا، وإن شاء الله بالعكس أنها ترجع مثل الأول وأحسن. مش من مصلحة أي عربي أنها تتقسم أي دولة عربية. سوريا تقسمت وخلصت، عندك النصرة وعندك داعش وعندك حزب الله وعندك إيران وعندك شيعة، ما صار دويلات سوريا. برضو في سوريا الكل خايف أنه يصير فيها تقسيم، خاصة أنه حزب الله والنظام بحاول يعمل دولة في المنطقة الساحلية في اللاذقية، والسنة مش هيقبلوا أنه يكونوا تحت هاي الدولة. أنا بعتقد كل اللي بصير أو سيناريوهات كلها اللي بصير هاي مقدمات لتقسيم سوريا، وتقسيم سوريا أصبح يعني إشي لا محالة، يعني حسب اعتقادي يعني هيك، أو حسب الإشي اللي إحنا قادرين نستشفه من هذا الموضوع أو من الإجراءات اللي قاعدة بتصير أو من الأحداث اللي قاعدة بتصير حولنا. فبعتقد إنه تقسيم سوريا عملية حتمية يعني 100%. تقسيم سوريا إلى عدة أقسام في خطر كبير على الأردن، يعني في خطر كبير على الأردن كون الحدود الأردنية ممتدة وواسعة من في شمال الأردن. محمد شبهر برأيه أن سوريا متجهة للتقسيم وأن الوقت بات متأخرا حتى لإصلاح ذلك، فقد كتب: بعد التدمير الكامل سيأتي التقسيم، أمرنا بيد أعدائنا ولا يستطيع أحد أن يغيره إلا إذا امتلكنا زمام الأمور، لكن فات الأوان. غسان سراج برأيه أن الجيش اليوم سيستعيد السيطرة على سوريا بالكامل ولن تتجه إلى التقسيم، فكتب: أمنية أمريكا ولكنها لن تحصل أبدا، سوريا فيها جيش يدافع عنها ضد كل الأطماع الخليجية والتركية والأمريكية.
وفي سلام برأيه تقسيم يتجاوز سوريا اليوم، فقد كتب أن أعتقد أن المنطقة بأكملها مقبلة على التقسيم، لكنه تقسيم سياسي وليس تقسيم جغرافي كما يعتقد البعض. محمد الحبيب يختلف تماما مع هذه الفكرة، واختلف مع فكرة تقسيم سوريا، فقال إذا حصل تقسيم فلن يدوم لأن إرادة الشعب السوري هي الأقوى، فلم تطالب أي من طوائف سوريا أو من طوائف أو القبائل في سوريا بالانفصال، أما مشكلة الأكراد فهي توظف فقط لانتزاع حقوقهم وليست للانفصال عن سوريا. غضبت واشنطن من تصريحات جون كيري، غضبت دمشق من تصريحات جون كيري الأخيرة، وهناك كثيرون يتحدثوا عن أن التقسيم صار واقع الآن، هناك مناطق بالفعل مقسمة في سوريا، فقط نتجنب أن نتحدث عنه صراحة. مساء الخير لك ولجمهور البي بي سي. أهلا وسهلا. طبعا دمشق أبدت تحفظا كبيرا على تصريحات السيد جون كيري الذي قالت ببيان وزارة خارجية أنه يجافي الحقائق الموجودة على الأرض. حقيقة كل ما يتكلم عن تقسيم سوريا وما هنالك هو لا يعرف حقيقة الطبيعة الجغرافية والديمغرافية على الأراضي السورية. لا يوجد لدينا في سوريا كيانات منفصلة حتى نقول بأن هناك فيدرالية لها حل من أجل الصراع الدائر داخل البلاد، والذي هو بمجمله صراع خارجي على الأراضي السورية. من أجل أن يحصل تقسيم بالناحية النظرية السياسية نقول بأنه يجب أن يتوفر شرط موضوعي وشرط ذاتي. الشرط الموضوعي هو أن تملك كل مكون سوري سواء كان طائفة أو عرق، أن يملك حزب سياسي، أن يملك بقعة جغرافية محددة، وأن يملك ميليشيا عسكرية، وهذا الأمر غير موجود في سوريا. لم يعلن الروس في أي يوم من الأيام أنهم يريدون ذلك، ونحن نعلم بأن السياسة الروسية تعلن ما تريد وتقوله بشكل واضح، ولكن السياسة الروسية لم تقل في أي يوم من الأيام أنها تتدخل في شأن داخلي يتعلق بالسيادة السورية ضمن إطار هذا المنطق تبع التقسيم. أما الأكراد حقيقة أن مجمل السوريين الأكراد، ونحن نؤكد أنهم سوريون ثم أكراد، لم يعلنوا في يوم من الأيام بأنهم يريدون دولة ضمن الوطن السوري. هم قالوا بأنهم يريدون شكل من الإدارة الذاتية في بعض مناطق، وبالمناسبة لدينا في سوريا حسب الدستور السوري المادة 131 تؤكد على اللامركزية الإدارية في جميع محافظات سوريا ومناطق سوريا. فلذلك إذا طبقنا اللامركزية الإدارية هذا لا يعني سوف نطبق فيدرالية أو تقسيم. لم نسمع أي من الأكراد من قادتهم الحقيقيين الموجودين على الأرض يقولون ذلك، وبالتالي فكرة إقامة دولة في منطقة الساحل، بالمناسبة الساحل ليس كله من مكون واحد، جميع الأطياف المكون منها الشعب السوري توجد في الساحل. وإذا أخذت بالمصطلحات التي طبعا أنا كسوري لا أحب لا قولها ولا سماعها، لنقل بأن هناك الأهل من حلب أكثر من 1,000,000 بين قوسين سني الآن يقيمون في المناطق الساحلية هربا من المجموعات المسلحة وبكل أمان مع أخوانهم السوريين الآخرين. طيب.